برعاية وزيرة الثقافة، تقيم مديرية ثقافة الطفل ومديرية ثقافة اللاذقية احتفالية بعنوان طفولة وإبداع. تخلل الاحتفال معرضا للأعمال الفنية الفائزة بمسابقات عام 2020 ومعرض كتاب لأعمال الأطفال واليافعين، بالإضافة لتكريم أكثر من 100 طفل وطفلة فائزين في المسابقات الأدبية والفنية للأطفال ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء. مسابقة سنوية وفيها مجموعة كبيرة من الأطفال، في معنا محافظة اللاذقية 88 طفل فائز بهي المسابقة بجوائز مختلفة. بين هدول الأطفال في أبناء الشهداء، في ذوي إعاقة خاصة، وفي الأطفال اللي هن مشاركين بمجالات الشعر والتصوير الضوئي والقصة والموسيقى والرسم. نحن حريصين دائما انه تكون هيدي مو بس انه ضمن احتفالية وخلاص، لا، هو نحن ضمن مشروع متكامل بيكون هيدا الاحتفال هو تكريم او نتاج للمشروع اللي هو مستمر على مدار السنة. يعني احنا موجودين وعملوا رسم، وطبعا الرسم كان كيفي، وشكرا كتير لك للجميع القائمين بهالعمل. انا لما كنت عم لخص كتير استمتعت وكتبت على القصة ولخصتها، انه لازم نقرأ دائما ونتثقف منشان نبني مستقبلنا ونبني الوطن. شاركت انا بالخط وبالقصة. هاي الخط عملتها بطريقة مثل صورة وعليها اقتباس. فكرة انه حلو الواحد ينمي موهبته، وانا بدعم هالشيء كتير. جيت شارك لاني بحب الرسم وهوايتي من انا وصغير، وكل يوم برسم لوحة حلوة واهلي ما يشجعوني عليها. يأتي هذا الاحتفال ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لدعم كل الفعاليات التي تخص عملية تكوين ثقافة الطفل.